السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سألني واحد من الإخوة من بجاية، قال لي: علاش يا أستاذ تكره الأمازيغ لهذه الدرجة؟ قلت له: أنا أحبابي من بجاية ومن تيزي وزو، قرينا معاهم، عقدنا معاهم الخدمة الوطنية، وكانوا أكثر ناس نحبوهم. إحنا ما نكرهوش الأمازيغ، واللي يقول هذه الكلمة غلط. إحنا مش نكرهو، إحنا نردو على الغولات نتاع التطرف الفرنكوفوني، مش الأمازيغي، التطرف الفرنكوفوني الفرنسي المتصهين. لان باش واحد يقول لك انتم العرب جيتوا من شبه الجزيره ارجعوا، ولا جيتوا من اليمن ارجعوا، خلاص. ويجيك واحد اخر بلغه شويه اخف يقول لك: يا اخي وصلتوا الرساله، ارجعوا روحوا. احنا رانا نردوا على هؤلاء المتطرفين باش ينقصوا سقف التطرف تاعهم. ولكن في خضم الكلام عن الأمازيغية وكذا، أنا قلت إيه؟ أنا قلت الأمازيغية هذه علاش في وقت فرنسا، منين كانت فرنسا سامح للناس الكل، اللي حاب يكفر، اللي حاب يكون مسيحي، اللي حاب يكون مسلم، حاب يكون يهودي. اليهود كانوا يعيشوا معنا إحنا هنا في الجزائر في وقت الاستعمار الفرنسي، وكانت عندهم المعابد تاعهم. علاش في هذاك الوقت منطقة القبائل العظمى الكبرى بجاية وتزي وزو والمناطق تاع جبال ونشاريس وجرجرة، علاش كانت فيها أكبر الزوايا القرآنية، أكبر الكتاتيب، أكبر حفظة القرآن الكريم؟ كانوا في تلك الجبال الشامخة، أكبر المجاهدين خرجوا من هذه الجبال الشامخة. منين كانت الحرية نتاع التدريس؟ علاش ما قريتوش الأمازيغية؟ علاش ما قلتوش لفرنسا نطالبوا باش تكون اللغة الأمازيغية لغة؟ كانت الفرنسوية. منين كانت الفرنسوية كنتوا مرتاحين، منين كانت فرنسا كنتوا مرتاحين. النهار وقتاش خرجت هذه الفكرة نتاع الأمازيغية؟ خرجت في الوقت اللي خرج المطالبة بالتعريب، نهاري خرجت المطالبة بالتعريب تاع الإدارة، تعريب التعليم، تعريب كل الوثائق وكل القوانين. في هذيك الوقت، في هذاك الوقت خرجت الفكرة هذه نتاع الأمازيغية. ما هيش لأنها لغة، ما هيش لغة، ما هيش لغة. هم الضرك المحافظة السامية للأمازيغية، الضرك ما لقاتلهاش الحروف اللي تكتبها بها. كيفاش انت تقول لغة عندها 3000 عام ماكش لاقي لها الحروف؟ مازلتوا ما تفهمتوش كأمازيغ، شوية، مزاب، توارق، قبائل إلى آخره. حتى المغارب، يعني القبائل تاع المغرب، تاع تونس، تاع ليبيا، ما تفهمتوش وش من حرف تتكتب. تتكتب بالحرف اللي لقيناه في الصخور نتاع الأهجار، ولا تكتبوها بالحرف الفرنسي ولا بالعربية. الفكرة معروفة، من نهار اللي خرجت التعريب خرجت مع هذه الفكرة، ما يكونش العربية وما تكونش الأمازيغية باش تكون الفرنسوية هي سيدة الموقف. والحمد لله نهار اللي تحط قانون التعريب، قانون التعريب، وجاء زروال ربي يذكره على خير وربي يطول عمره، وحب يفرضه، خرجت اللي تعرقل هذه القانون باش ما يطبقش. ونشهدوا الزروال الشاوي الأمازيغي الحر أنه فرض اللغة العربية. وشفنا في وقته كيفاش التلفزيون يدبلج الكلام، كيعودوا يتكلموا القور ولا الأجانب كيفاش يدبلجوا، سواء بالصوت ولا بالكتابة. وشفنا كيفاش الوزراء يتعلموا في العربية بالذراع،
وتكلموا العربية في وقت زروال. زروال هذا شكون؟ شاوي ولا شن؟ يخي أمازيغي. إذن القضية مش قضية نكره الأمازيغ، بالعكس أنا أفتخر بهذا الرجل اللي يسموه لمين زروال، لأنه فرض. وعجبني النهار اللي تلاقى مع الرئيس الفرنسي حط الترجمان بيناتهم. لا زروال ما يعرفش الفرنسوية، ما كانش واحد يعرف الفرنسوية كما زروال، لكنه أبى إلا أن يكون رجلا عظيما ورجلا محترما. اللي يقول راكم ضد الأمازيغ غلط ويعاود حساباته. احنا ضد المتطرفين تاع الفرنكوفونية المتصهينة. والسلام عليكم.